مساء الخير. بأيار أحمل منجلك وغار، هيك بيقول المثل. توقع رئيس وزراء الهند انخفاض التلوث بنسبة 30% بالعاصمة نيودلهي مع افتتاح طرق سريعة حول العاصمة بهدف التقليل من الازدحام بالشوارع وبالتالي التخفيف من تلوث دخان السيارات يومياً. وتعتبر الهند من أكثر المدن تلوثاً بالعالم وبتحتل المرتبة السادسة عالمياً. عم بيودعنا أيار بطقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بسبب منخفض جوي عم بيأثر على مناطقنا، عم بيؤدي إلى تساقط أمطار بالمناطق الجبلية، بينحسر الأحد، الحرارة معتدلة، الرطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج وحرارة 124 درجة. ليلة طقسنا غائم دون تعديل، يذكر بدرجات الحرارة وتساقط أمطار مترافقة ببرق ورعد خاصة بالمناطق البقعية وتكون ضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل. لبكرة الجمعة طقسنا غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وتساقط أمطار رعدية متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية خلال فترة بعد الظهر وغطايتا قوية على الجبال. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 635 مليمتر، السنة الماضية 610 والمعدل العام السنوي 810 مليمتر. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18، على المرتفعات 14، بالبقعة 10 والأرز 6. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بيات 25 درجة، جبل محسن 27، 15 درجة بالأرز، أرطبة 17، كفر دبيان 15، بيت مري 25، زحلة 22 درجة والنبطية 23. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح المي 24 درجة وسرعة الرياح تراوح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف راح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الجمعة بتتراوح بين 19 و27 درجة، السبت بين 18 و26، والأحد بين 19 و26 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. أبو ظبي بين 30 و40 درجة، القدس بين 16 و24، تونس بين 18 و27 درجة، وبروما بتتراوح درجات الحرارة بين 17 و29. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.